نظم المعلومات للمستشفيات. إعداد وعرض الدكتور هاشم أحمد عطية. نظم المعلومات للمستشفيات. إعداد وعرض الدكتور هاشم أحمد عطية. الخصائص المميزة لنشاط المستشفيات وانعكاساتها على النظام المحاسبي للمستشفيات. يتميز نشاط المستشفيات بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأنشطة الأخرى، ويتولد عن هذه الخصائص مجموعة من الاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند تصميم النظام المحاسبي الخاص بهذا النشاط. ونتناول فيما يلي تلك الخصائص وانعكاساتها على النظام المحاسبي للمستشفيات. تتلخص تلك الخصائص فيما يلي: 1. نشاط المستشفيات نشاط خدمي. 2. طبيعة الطلب على الخدمات الطبية. يتميز الطلب على الخدمات الطبية بالخصائص الآتية: تأثر الطلب على الخدمات الطبية بالعوامل الموسمية والجغرافية، كما يتأثر الطلب على الخدمات الطبية بالعوامل السياسية والظروف الاجتماعية. ثلاثة، تنوع الأنشطة في المستشفيات. هذا التعدد في أنشطة المستشفيات يتطلب درجة واضحة من التحليل والتجزئة لعناصر النفقات والإيرادات، كما يتطلب زيادة كبيرة في حجم وعدد المستندات والدورات التي يتخذها كل مستند، تبعا لتعدد الخدمات التي يستفيد منها المريض. أربعة، تقسيم نشاط المستشفيات إلى مراكز أو أقسام. لذلك يجب تصميم دليل الحسابات للمستشفى بحيث يمكن من تحديد حسابات للمصروفات وللإيرادات في كل مركز من المراكز على حدة، وكذلك طريقة معالجة عناصر التكاليف المشتركة بين أكثر من مركز، وتجميع عناصر التكاليف لمراكز الخدمات مع بيان أسلوب توزيعها على المراكز الإنتاجية بهدف تجميع التكاليف لمراكز الإنتاج وتحديد تكلفة وحدة المنتج. خمسة، موسمية النشاط في المستشفيات. ينتج عن هذه الخاصية بعض الآثار والنتائج، من أهمها ضرورة اتباع أساليب علمية للتنبؤ بالتقلبات في حجم النشاط على مدار الفترة المحاسبية، وضرورة الاهتمام بحصر وتحديد الطاقات غير المستغلة في بعض المواسم، وضرورة الاهتمام بأنظمة الرقابة عند تصميم النظام المحاسبي. ستة، الاعتماد بصفة أساسية على العنصر البشري، حيث تستعين المستشفيات الكبرى بمديرين ذو كفاءة إدارية وعلمية ومهنية عالية في مجال نشاط المستشفيات بهدف إدارة المستشفى بأسلوب علمي يحقق نتائج طبية.
7 ضخامة الاستثمارات في الأصول الثابتة وسرعة دوران رأس المال العامل، وينعكس ذلك في ضرورة فرض الرقابة على استخدام هذه الموارد المادية الكبيرة، بالإضافة إلى حسن اختيار العنصر البشري القادر على التعامل مع هذه الاستثمارات الضخمة. 6 الاعتماد بصفة أساسية على العنصر البشري، حيث تستعين المستشفيات الكبرى بمديرين ذو كفاءة إدارية وعلمية ومهنية عالية في مجال نشاط المستشفيات، بهدف إدارة المستشفى بأسلوب علمي يحقق نتائج طيبة، إلى جانب أن بعض المراكز الهامة في نشاط المستشفيات تعتمد بشكل رئيسي على خبرة وكفاءة العنصر البشري. 7 ضخامة الاستثمارات في الأصول الثابتة وسرعة دوران رأس المال العامل، وينعكس ذلك في ضرورة فرض الرقابة على استخدام هذه الموارد المادية الكبيرة، بالإضافة إلى حسن اختيار العنصر البشري القادر على التعامل مع هذه الاستثمارات الضخمة. 8 عدم قابلية الإنتاج للتخزين. 9 المعاملات النقدية السريعة، ويتطلب ذلك تحقيق سرعة التعامل مع المريض منذ لحظة قدومه إلى المستشفى حتى بعد أن يغادرها، وذلك من خلال الدورة المستندية التي تحكم العمل في نظام متابعة حركة المرضى ومتابعة حسابات المرضى أو تقديم خدمات يطلبها المريض، إلى أن ينتهي العمل بإعداد فاتورة المريض ومتابعة تحصيل تلك الفاتورة إن كانت بالأجل. 10 الإحلال والتجديد. يتميز نشاط المستشفيات بخاصية نظام الإحلال والتجديد، حيث يتم حجز نسبة معينة من الإيراد كل فترة محاسبية لمخصص الإحلال والتجديد، على أن تقوم إدارة المستشفى بإحلال وتجديد عناصر الأصول الثابتة المختلفة للمستشفى من خلال المبالغ المحجوزة في حساب مخصص الإحلال والتجديد، وتنعكس هذه الخاصية على النظام المحاسبي بالمستشفى، حيث يجب أن يشتمل دليل الحسابات للمستشفى على الحسابات اللازمة التي تحكم نظام الإحلال والتجديد، وتمكن من فرض الرقابة اللازمة على الأصول الجديدة المضافة للمستشفى. 11 صعوبة قياس وتقييم المخرجات، حيث أنه يصعب الاعتماد على المقاييس الكمية كالزمن للتعبير عن قيمة هذه الخدمات أو أهميتها، كما يصعب الاعتماد على تكلفة الخدمة للتعبير عن قيمة هذه الخدمات أو أهميتها، كما يصعب الاعتماد على سعر تقديم الخدمات للتعبير عن قيمة هذه الخدمات أو أهميتها. 11 المستندية في المستشفيات. يمكن تقسيم المستندات
المستخدمة في المستشفيات إلى نوعين رئيسيين هما المستندات الداخلية المستندات الخارجية. تصميم المجموعة الدفترية في المستشفيات. تنقسم المجموعة الدفترية للمستشفيات إلى مجموعة من الدفاتر التي يتم فيها إثبات العمليات والأحداث المالية التي تتم خلال الفترة المحاسبية داخل المستشفى، ومصدر القيد في هذه الدفاتر هي المستندات المختلفة الخاصة بتلك العمليات والأحداث المالية، وتتمثل هذه الدفاتر فيما يلي: 1 سجلات علاجية متخصصة، 2 دفتر اليومية العامة ودفاتر اليوميات الفرعية، 3 دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعي. والآن بعد عرض للمجموعة الدفترية في المستشفيات ولمزيد من الإيضاح، يلي ذلك حالة تطبيقية تبين نماذج للمجموعة الدفترية في أحد المستشفيات وكيفية التسجيل بها والترحيل منها. والآن بعد عرض المجموعة الدفترية في المستشفيات ولمزيد من الإيضاح، يلي ذلك حالة تطبيقية تبين نماذج للمجموعة الدفترية في أحد المستشفيات وكيفية التسجيل بها والترحيل منها. القوائم والحسابات الختامية للمستشفيات. من واقع الحسابات المختلفة المفتوحة بدفتر الأستاذ العام، يتم إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع أو بالأرصدة، ويعد توازن ميزان المراجعة شرط أساسي وقرينة على صحة وسلامة العمل المحاسبي والرقابة على الحسابات. ومتى تم إعداد ميزان مراجعة سليم ومتوازن الجانبين، فإن الخطوة التالية تصبح هي القيام بالجرد الفعلي وإجراء التسويات الجردية اللازمة لعناصر القوائم المالية في ضوء ما يظهره الجرد من حقائق ومعلومات حول أرصدة تلك الحسابات الظاهرة بميزان المراجعة. وعند هذه النقطة
تكون إدارة المستشفى في موقف يسمح لها بإعداد القوائم المالية للمستشفى، ويمكن توضيح هذه الخطوات في الشكل التالي: ميزان المراجعة قبل التسويات، الجرد والتسويات الجردية، ميزان المراجعة بعد التسويات، ثم إعداد القوائم المالية التي تتمثل في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي الميزانية. ويهدف إعداد القوائم المالية إلى تحقيق ما يلي: تحديد نتائج أعمال المستشفى من ربح أو خسارة عن الفترة المحاسبية، تحديد المركز المالي للمستشفى في نهاية الفترة المحاسبية، إمداد الإدارة بالمعلومات التي تساعد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الإدارية المصححة اللازمة. وتتكون مجموعة القوائم المالية الأساسية في نشاط المستشفيات من: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، الميزانية. هذا إلى جانب الملاحظات والتفسيرات اللازمة بخصوص الإفصاح عن التطابق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ونظرا لاختلاف المستشفيات في أحجامها وطبيعة نشاطها وانعكاس ذلك على مكونات النظام المحاسبي من مستندات ودفاتر وقوائم، فإن مجموعة القوائم المالية التي نتعرض لها هنا بالمناقشة هي للاسترشاد فقط، حيث أنه سيكون غير عملي أن يتقرر نموذج واحد لكل موقف يحتمل حدوثه. ونوضح فيما يلي هذه القوائم من حيث ماهيتها ومحتوياتها وكيفية إعدادها. أولا، قائمة الدخل حسب الأقسام عبارة عن كشف منفصل يبين إجمالي الإيرادات والمصروفات للأقسام التشغيلية، وتتبع الخطوات الآتية في إعدادها: 1- مقارنة إيرادات كل قسم من الأقسام التشغيلية بمصروفات التشغيل المتعلقة بها لتحديد ربح أو خسارة كل قسم. وبالطبع يتطلب ذلك إعداد مجموعة من القوائم للإيرادات والمصروفات التفصيلية لأقسام التشغيل بالمستشفى، وذلك بالنسبة لقسم الإقامة وقسم العيادات الخارجية وقسم التغذية والكافتيريا وقسم الصيدلية. 2- يتم إضافة إجمالي الإيرادات الأخرى المتنوعة، وذلك للوصول إلى إجمالي ربح التشغيل. ولمزيد من الإيضاح، يتم فيما يلي عرض لحالات تطبيقية تبين نموذج لقائمة إيرادات ومصروفات قسم الصيدلية، يبين شكل ومحتوى هذه القائمة كأحد قوائم الإيرادات والمصروفات لقسم تشغيلي بالمستشفى.
بالنسبة لمجموعة القوائم المالية الأساسية، تناولنا فيما سبق أولا قائمة الدخل حسب الأقسام، ثانيا قائمة الدخل للمستشفى عبارة عن كشف يتضمن إيرادات المستشفى مبوبة حسب الأقسام وتكاليف التشغيل المتعلقة بها والمصروفات غير المباشرة المتعلقة بالأقسام الخدمية، وبطرح مجموع التكاليف من مجموع الإيرادات نحصل على صافي الربح قبل الضرائب، وبطرح ضرائب الدخل نصل إلى صافي الربح بعد الضرائب. ثالثا قائمة المركز المالي الميزانية عبارة عن قائمة توضح المركز المالي للمستشفى في لحظة إعدادها، ولا تختلف قائمة المركز المالي الميزانية في المستشفيات بدرجة جوهرية عن تلك التي تعد للمنشآت التجارية إلا في بعض الاختلافات الطفيفة التي تعكس طبيعة أصول المستشفى. فالأصول الثابتة بالمنشآت العلاجية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين، هما الأصول الثابتة التقليدية وتشمل الأراضي والمباني والأثاثات والسيارات والآلات والمعدات والعدد والأدوات. الأصول الثابتة العلاجية وتشمل معدات ومستلزمات طبية، أجهزة الأشعة ومستلزمات الإقامة من الأغطية والمفروشات. وتتبين أهمية التفرقة بينهما إلى اختلاف في طريقة حساب الاستهلاكات لكل منهما، ولكن يظل في النهاية أن كل هذه المفردات تمثل أصول ثابتة للمستشفى، وما عدا ذلك لا تختلف الميزانية للمستشفيات في تبويباتها أو طريقة العرض لعناصر مفرداتها عما هو متبع في المشروعات الأخرى. وإن كان من الملاحظ أن الأصول الثابتة تمثل نسبة عالية من إجمالي قيم أصول المستشفى نظرا لما تتميز به المستشفيات من ضخامة رأس المال الثابت بالنسبة للأصول المتداولة مع ارتفاع سرعة معدل دوران الأصول المتداولة. ولمزيد من الإيضاح نعرض فيما يلي حالات تطبيقية تبين نموذج يوضح شكل ومحتوى قائمة الدخل حسب الأقسام وقائمة الدخل للمستشفى وكيفية إعدادها والأثر على قائمة المركز المالي الميزانية. خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.